السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن الانتقال إلى التردد الجديد وضبط أجهزتكم على هذا التردد. في بداية فقراتنا في هذه الحلقة لدينا فقرة المقاطع المتداولة حقيقة، والتي نعرض لحضراتكم مجموعة منها. دائما ما نرى في العراق استهتارا كبيرا بأرواح الناس في حالة ليست بجديدة ولا بغريبة على القوات الحكومية في العراق. ضابط يعتدي ويشهر سلاحه بوجه مواطن مع عائلته في بغداد، وقد استنجدت العائلة بالناس ليحموها. هكذا يتم التعامل مع المواطن البسيط في وقت تسرح وتمرح فيه العصابات والميليشيات وتنفذ الاغتيالات دون محاسبة. فنشاهد هذا المقطع. طبعا وردت تعليقات على هذا المقطع من المتابعين على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، دعونا نتابع بعضا منها. في أول تعليق لدينا حسام عطا يقول: استهتار، هذا مو ضابط، ماكو صار لا احترام ولا معرفة الواجب الذي أقسم عليه وأشهد الله ورسوله مع كل الأسف. في تعليق آخر ياسر العطية يقول: يجب على الجميع ضبط النفس قدر المستطاع للحفاظ على أرواح الأبرياء والناس البسطاء. وفي تعليق آخر أبو سعود يقول: وزير الداخلية، هو هذا احترام المواطن؟ مهما كانت الأسباب لا يحق له إشهار السلاح إلا إذا كان الطرف الآخر بيده سلاح. وفي آخر التعليقات حول هذا المقطع علي يقول: للأسف أكثر اللي يلبس الرتبة يحس روحه أفضل العالم، أنت مجرد خادم للمجتمع، واجبك تحمي المواطن مو الاعتداء عليه إذا كان مسيء تنصحه. هكذا تفاعل العراقيون حول هذا المقطع. طبعا موضوع النزاعات العشائرية موضوع مستمر وليس بجديد منذ بدء الاحتلال ولغاية هذه اللحظة، وبسبب انفلات السلاح من الدولة استطاع هذا السلاح أن يجد طريقه إلى العشائر لتفتعل النزاعات وتستخدمه فيما بينها. نزاع عشائري جديد في قضاء المدينة شمالية البصرة استخدمت فيه أسلحة متنوعة، وقد أفاد مصدر أمني بمقتل مواطن من أهالي القضاء يعمل كمنتسب في شرطة نفط المحافظة خلال المواجهات التي اندلعت على خلفية نزاع عشائري سابق. فنتابع هذا المقطع. طبعا لو شاهد هذا المقطع أي شخص في العالم حتى وإن كان عراقي ولا يعلم تفاصيل هذا المقطع لقال إنها حرب بين دولتين وليس نزاع عشائري داخل دولة واحدة. دعونا نشاهد هذه التعليقات. حمزة العبادي يقول: الله يستر، الله يسترهم ويقربهم للصلح لأن هواي أبرياء قتلت. في تعليق آخر
العراب العراب يقول: لعد، أين رئيس اللجنة الأمنية، قائد العمليات وقائد الشرطة؟ شنو دوركم لو بس على الفقراء؟ وضمن التعليقات كذلك عمار أبو ياسر الحميداوي يقول: ماكو حكومة زينة وتأخذ الطرفين بالسجن؟ يتساءل. وفي آخر التعليقات حول هذا المقطع أسامة الإبراهيمي البصراوي يقول: هاي سبب الحظر الوقائي، فصار عندهم ملل وحاولوا يغيرون جو. يتهكم حول هذا المقطع. طبعا لدينا الآن مجموعة من الصور سنعرضها لحضراتكم، فيها قرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتسمية مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي سكرتيرا لها. وبحسب الوثيقة التي تم تداولها، فإن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت في جلستها 13 المنعقدة بتاريخ 6 تموز 2020 تسمية الربيعي سكرتيرا لها وتكليفه بمهام متابعة تنفيذ مقرراتها مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة ورفع تقرير دوري إلى رئيس مجلس الوزراء. حتى الآن هذا خبر عادي، لكن هذا القرار أثار غضبا شعبيا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجدل حول شخصية موفق الربيعي المتهم بالفساد أصلا والذي لم يفز بالانتخابات المزورة الأخيرة في العراق. فنشاهد هذه الورقة. إذن هذا القرار كما تتابعون من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت اللجنة كذا كذا في جلستها 13 تسمية موفق الربيعي سكرتيرا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ويكلف بمهمات متابعة تنفيذ مقرراتها مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة ورفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. هذا هو القرار. طيب، هذا القرار لم يشمل موفق الربيعي فقط، حيث قامت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المشكلة لمكافحة جائحة فيروس كورونا بوضع شخصيات أخرى، من ضمن هذه الشخصيات شخصية جدلية أخرى ألا وهي حنان الفتلاوي. حنان الفتلاوي التي اشتهرت بمقولة 7 في 7، هذه المقولة الطائفية التي عرفها العراقيون، كانت إلى جانب موفق الربيعي كما تبين الوثيقة التي جرى تداولها. طبعا موفق الربيعي نشر منشورا حول علاج فيروس كورونا الفعال على صفحته الشخصية في فيسبوك ليحذف المنشور بعدما تعرض لسيل من الانتقادات التي تلقاها والتي كانت تتهكم عليه وعلى منصبه الجديد. فنشاهد هذا القرار أيضا. كما تتابعون هذا أمر ديواني وفيه مجموعة من الشخصيات التي تكون هي جزء من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وطبعا وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الصحة، وزير التعليم العالي وإلى ما إلى ذلك من هذه الأسماء. ونصل إلى رقم 12 موفق باقر الربيعي، ورقم 11 حنان سعيد الفتلاوي. طبعا نشاهد هذه التعليقات مشاهدينا الكرام التي جاءت عن هذا القرار أو حول هذا الموضوع، فيه انتقادات كبيرة حقيقة، لأنه وكأنه العراق انتهى من الكفاءات ومن الشخصيات الوطنية القادرة على إدارة الدولة بالشكل الصحيح لتختار نفس الوجوه التي اتهمت ولا تزال تتهم بأنها شخصيات فاسدة وقد احترقت ورقتها. دعونا نشاهد هذه التعليقات. حسين أبو يحيى يقول: الظاهر الكاظمي تمسكن حتى تمكن وبدأ ينفذ الصفقات مع قادة الكتل لتعيين رجالاتهم. في تعليق آخر حافظ العهد يقول: يتم تدوير نفس النفايات والزبايل بوجود الأحزاب القذرة، لا يوجد عراق. سالم يقول: إخواني، الكاظمي كان مدير الاستخبارات أيام الطرف الثالث وأيام القناصين وأيام الدخانيات والعبوات التي ذهب ضحيتها مئات المتظاهرين. في تعليق آخر أفرى تقول: كنت أتأمل خيرا بالكاظمي، هسه مو بس غسلت إيدي، اسودت الدنيا بعيني بعد ماكو ثقة. مع الأسف دائما ننخدع كم نحن طيبين. طبعا هاي بهذه النقطة تحديدا مشاهدينا الكرام، من جرب 17 عاما من الألم ومن المعاناة في حكومات ما بعد الاحتلال لابد له أن يصل إلى قناعة أن هذه الأحزاب لن تفرز الوطنيين، لأنها أحزاب تأسست وجذرت نفسها في العراق ب
من أجل خدمة مصالحها فقط ولنشر الفساد والفوضى، فمن المستحيل أن تخرج من هذه الكتل الفاسدة كما يراها العراقيون شخصيات وطنية. في موضوع آخر، قررت وزارة النقل فسخ العقد مع المشروع المسؤول عن نقل المسافرين من مطار بغداد الدولي إلى مختلف المحافظات العراقية والمناطق وبالعكس، بذريعة وجود شبهات فساد. مستثمر مشروع تاكسي بغداد عمار الحمداني قال في تصريحات صحفية إن فسخ عقد تاكسي بغداد قرار تعسفي وخارج عن القانون، وقد اتخذ من قبل الوكيل الإداري لوزارة النقل سلمان البهادلي. في المقابل، البهادلي قال في اجتماع مع مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود كريم كاظم، اجتمع معه لبحث سير أعمال الشركة وانحسار مواردها في ظل الأوضاع الراهنة والحظر الوقائي بسبب جائحة كورونا، وفقا لبيان صحفي. هنا يأتي دور العراقيين. من جانبهم تداولوا مقطعا مصورا فيه معلومات عن استيلاء شركة تاكسي الولاية الإيرانية على عقد تاكسي المطار، وهنا وزارة النقل مطالبة ببيان دقة هذه المعلومات، خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لها باع طويل في تفضيل الشركات والمنتجات الإيرانية على المنتج الوطني والمستثمر العراقي، ولعل استيراد الخضروات من إيران وفتح المجال لشركات حزب الله للاستثمار في العراق واستيراد الكهرباء والأكسجين الطبي بالوقت الذي تتوقف فيه المعامل على الإنتاج خير دليل على ذلك. فنشاهد. في أجواء يسودها شفافية وبعيدة عن التدخلات، فازت شركة تاكسي الولاية الإيرانية بأفضل مشروع وبمناقصة جرت في مكتب وكيل وزير النقل سلمان البهادلي، لتكون الشركة هي الناقل الحصري للمسافرين عبر مطار بغداد، والتي ستتكفل بنقل المواطنين من ساحة عباس بن فرناس إلى صالة المطار وبالعكس. شركة الولاية، والتي دخلت تنافسا بين 40 شركة عراقية ولبنانية إلا أن اختيار وزارة النقل لها، جاءت بحسب العروض التي تقدمها للمواطن العراقي. عمل شركة الولاية ستكون تسعيرتها مختلفة، سعر الفرد الواحد 8000 دينار، والسيارات العائلية ستكون بمبلغ 50000 دينار لكافة مناطق بغداد. الشركة جلبت 800 سائق إيراني يعمل في مطار بغداد ولخدمة المسافرين على مدى 24 ساعة. وتحدث وكيل وزير النقل سلمان البهادلي أن الهدف من التعاقد مع شركة الولاية الإيرانية هو لتعظيم موارد الوزارة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات مالية. نترك التعليقات للعراقيين، دعونا نشاهد تعليقات المتفاعلين العراقيين حول هذا الموضوع على فيسبوك. دكتور بكر يقول: العراق بلد محتل إيرانيا. في تعليق آخر، حسن يقول أو حسان: ليش ما عندنا ناس تسوق؟ شلون قهر شغلوا ولدنا؟ وفي تعليق آخر، كاظم يقول: كان على الأقل يفرض في صيغة العقد أن تكون السيارات والسواق من العراق حصرا، لأن حرام في ظل ارتفاع نسب البطالة يتم تشغيل 800 سائق إيراني. متى يصحى قادة بلدي ويعمل بمبدأ العراق أولا؟ وفي آخر التعليقات، سعد يقول: لا يزال العملاء الطائفيين يعملون ضد العراق والعراقيين وتكريس الاحتلال. طبعا نقطة مهمة مشاهدينا الكرام، موضوع 800 سائق إيراني، كيف للعراق أن يستفيد من هذا المشروع وقد جاءت إيران بسواقها سائقي هذه السيارات وبسياراتها، ولا يوجد شيء يستفيد منه المواطن العراقي سوى أنه سيدفع لإيران، هذه الشركة إيرانية، وبالتالي سيدفع لإيران نظير هذه التنقلات. كم من مشروع كانت هناك صفقات جيدة لكن أوكلت هذه الصفقات إلى شركات إيرانية وإلى تجار إيرانيين ومستثمرين إيرانيين من أجل خدمة إيران وخدمة مشروعها وحتى خدمة الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات التي كانت تفرض ولا تزال حتى تفرض على إيران اقتصاديا. ساهمت هذه الحكومات بإنعاش الاقتصاد الإيراني بسبب هكذا أنواع من الصفقات. في فقرة أنت ترى مشاهدينا الكرام، هناك مقطع مصور وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين، يبين الإهمال الحكومي وانتشار النفايات بسبب تقصير دوائر البلدية في مدينة الصدر شرقية بغداد. فنشاهد. السلام عليكم، هاي حالة مدينة الصدر، شوفوا
هاي صار لها 4 ايام الزباله ما حد شايلها، وهذا الشارع كله على هاي الوضعيه. هذا شارع عام، شارع الاورفلي بمدينه الصدر. خابر المسؤول مال الامانه يقول لك شو تريد تسوي سوي، ما له علاقه. كان منو اللي له علاقه؟ بس سردفتهم. هذا الوضعيه، الشارع على طوله مسدود كله بالزبايل، ما ادري الحرام حتى ما تقدر تمشي. حتى ما تقدر تمشي العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الوضعية هاي باو عليها. هاي الوضعية الثانية هم من الشارع جاي. كل زبالة. هاي عود كاظم رادي كحلة عماها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في فقرة صندوق الوارد هناك رسائل تأتي إلى صفحة القناة على الفيسبوك، قناة الرافدين الفضائية، وبإمكانكم حتى الآن مشاهدينا الكرام وفي المستقبل أن تتراسلوا معنا وتراسلونا على هذه الصفحة من أجل عرض رسائلكم، مناشداتكم، كل ما تودون أن نعرضه على الشاشة من رسائل وتواصل. لدينا هذه الرسائل في البداية. يوم أمس تقول الرسالة نصا: السلام عليكم، يوم أمس خرجنا مظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، النساء طاحت بالشارع بسبب الحر الشديد ولم يلبوا مطالبنا. 90% من المعتقلين محكومين 4 إرهاب وهم أبرياء بسبب الاعتراف بالإكراه والمخبر السري. وصلوا صوتنا عبر القنوات. هذا نص الرسالة كما شاهدتموه مشاهدينا الكرام. هذه رسالة ثانية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن من كربلاء نسكن في منطقة تفتقر للخدمات، ناشدنا واشتكينا وما حد عبرنا، وتالي يقولون انتم اشتروا محتاجين كهرباء توصل ومي إسالة نظيف لأن معتمدين على مي النهر وسط الوباء وحر الصيف. أتمنى من قناتكم تقديم المساعدة، حتى بيت ما عدنا وقاعدين غرفة واحدة وإحنا 7 نفرات. الله يكون بعون جميع العراقيين مشاهدينا الكرام، إن كانوا في المعتقلات أو إن كانوا في مناطق لا تصلح حتى لعيش أجلكم الله وأجل الجميع الحيوانات، منطقات أو مناطق فاقدة للأهلية، فاقدة للخدمات البشرية، للخدمات الأساسية، لكل مقومات الحياة، في بلد يعتبر واحدا من أغنى بلدان العالم والمنطقة بشكل خاص. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا، في فقرة الهاشتاج أطلق ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي وسم الشمري قاتل بلا محاكمة، بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع نقل الفريق جميل الشمري المسؤول عن مجزرة الناصرية إلى إمرة الوزارة. وتصدر الوسم ترند العراق على تويتر بعد استهجان هذا التصرف وعدم تقديمه للمحاكمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع على تويتر. ليث جبار يقول: 9 أشهر ولم يتم محاسبة المجرمين الذين قتلوا أبناء الناصرية، من جميل الشمري إلى قائد الشرطة وكذلك مدير استخبارات ذي قار السابق عزيز شلال وكل الذين اجتمعوا وقرروا أن يقتلوا الشباب. دم ولدنا ما يروح والله، ونحاسبكم لو آخر يوم بعمركم. الشمري قاتل بلا محاكمة. رشا تقول: إحالة جميل الشمري إلى إمرة الوزارة، صاحب مجزرة الناصرية وأكثر من 100 شهيد ومجازر البصرة وديالة، يحال إلى الإمرة بلا محاكمة في دولة اللا قانون. ادعم هاشتاغ الشمري قاتل بلا محاكمة. ضمن التغريدات أيضا عبد الله يقول: إذا تم غض البصر عن مجرم فإنكم بذلك تشرعنون الإجرام وتشجعون غيره على ارتكابه، صناع اللا دولة أنتم.
وفي آخر التغريدات لدينا إليانا تقول: الشمري قاتل بلا محاكمة. رفعنا هذا الهاشتاج بسبب ترفيع الشمري للإمرة في وزارة الدفاع بدلا من محاسبته، لأنه قتل مئات الشباب الذين خرجوا لطلب الحق، والآن بعد كل تلك الخسائر بالأرواح لم يتم محاسبة الشمري. كم من شخصية، قيادات عسكرية وميليشيات معروفة ومنتشرة في العراق، وحتى يجلس معها وزراء الدفاع والداخلية وحتى رئيس الوزراء والبرلمان، ارتكبوا انتهاكات وجرائم ومجازر بحق العراقيين ولم تتم محاسبتهم. في فقرة بعد الهاشتاج نتابع مجموعة من المقاطع. في البداية، إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في العالم، دعونا نشاهد تفاصيل هذا الخبر. في آخر المقاطع لدينا في هذه الحلقة: في الوقت الذي تتحدث فيه فرنسا عن حقوق الإنسان والحريات، دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام شيئا يسيرا من جرائم الاستعمار الفرنسي بشكل عام وفي المغرب بشكل خاص، وكيف تعاملت فرنسا التي تدعي حقوق الإنسان مع الإنسان هناك، فنشاهد.
ليس بغريب عن دولة أو على دولة استعمارية. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.